يعرف هذا العام هذا الصالون مشاركة أكثر من 300 متعامل، من بينهم 70 معارض، وأتوا من 30 دولة صديقة وشقيقة. الصالون هو عبارة عن فضاء، وهذا الفضاء هذا يفتح لفائدة المتعاملين لكي يعني يقدم ويروج ويبيع ويعني يسوق منتجه، وأيضا فضاء يسمح لتبادل الآراء وتبادل التجربات بين المتعاملين، ولما لا لإبرام صفقات أو يعني تعاقدات ما بينهم. وهذا الصالون عرف أيضا برنامج يعني تور أوبيراتور، يعني دورة استكشافية لفائدة المتعاملين الأجنبيين، اللي راح تسمح لهم أن يعني يزوروا ويكتشفوا الكنوز السياحية الصحراوية عبر المسالك للواحات أو مسالك القصور. واسمحوا لي أن أقول لكم، أستطيع أن أقول لكم الآن، بأن حسب المؤشرات التي في حوزنا والتي هي يعني مسجعة للغاية، تؤكد وتبشر يعني بمستقبل جيد، وهي يعني وهي في نفس الوقت تبشر بخير، وأيضا تفاؤل خير بأن المقصود والاتجاه والوجهة الجزائرية هي مؤكدة، وهي يعني معروفة أن السياح سوف يكونوا يعني متوافدين بكثير في الجزائر. وأسمحوا لي يعني أن أقول لكم، وهذا أوجهه للصحافة، أن سوف نلتقي يعني مستقبلا لكي يعني أقدم لكم كل الإحصائيات يعني الرسمية فيما يخص يعني موسم الاصطياف ويعني عدد السواح، وأيضا ما هي المرافق التي استلمناها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.